منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهد اقتصاد الظل في السعودية تراجعا ليقترب من متوسط الدولة المتقدمة أو الدول المتقدمة عند مستوى 15%، في حين يصل هذا المعدل في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط إلى 30%، وذلك وفقا لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل إبراهيم خلال افتتاح مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض. وزير الاقتصاد أكد أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع خلال الفترة الماضية بسبب هذه التنظيمات الجديدة والتقنية، مستشهدا بالتعاملات غير النقدية عبر نقاط البيع في المحلات التجارية. ولكن معالجة اقتصاد الظل تواجه بعض التحديات مثل انخفاض الأجور والإنتاجية وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص والحماية الاجتماعية. أيضا بدوره شدد وزير المالية محمد الجدعان على أهمية برنامج مكافحة التستر التجاري، والذي يستهدف الحد من التعاملات في الاقتصاد الخفي لتعزيز المنافسة العادلة. أيضا تسعى المملكة لتعميم المعاملات غير النقدية بهدف الحد من هذا الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل، بهدف دمج ذلك الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي إذن للمملكة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من الرياض السيد عاصم العيسى المحامي المتخصص في القضايا التجارية والمالية. مرحبا بك سيد عاصم. إذن المملكة اتخذت كما يعني استعرضت في هذا العرض المفصل أو هذه البرزنتيشن مجموعة من الإجراءات خصوصا على الجانب التقني لمكافحة هذا الاقتصاد، يعني اقتصاد الظل بالتحديد. السؤال لحضرتك، يعني هل برأيك هذه الأنشطة الاقتصادية بالظل التي نتحدث عنها تراجعت خلال هذا العام أو العام الماضي مقارنة بالسنة التي سبقت ذلك؟ أولا بسم الله، والرب يحفظ بلادنا جميعا. إذا اتفقنا أنه يعني اقتصاد الظل هدف للدول أن تحاربه لأضراره سواء على الدول أو على الأفراد، خليني أبدأ شوية يعني وين أهميته وين ضرره على الدول. نعم. اليوم أنا صدرت إلى لبنان بضاعة، الذي صدرها لي قال لي حابة تستلمها بالبيت بدون أن تمر على الجمارك تماما، وإلا تمر على الجمرك ويأخذ كذا، هذا السعر وهذا السعر. فكم اقتصاداتنا لما تكون مهترئة، كيف الاقتصاد الظل يسبب إفقار الدول. أيضا من جانب ثاني، كيف يسبب اقتصاد الظل أيضا انهيار حتى الشركات. شركاتنا خلينا نقول اليوم إذا في خلينا نقول محل خلينا نقول خضار، وبالتالي قاعد يشتغل بضريبه ويدفع الضريبه ويدفع الرسوم للعماله، وجنبه راعي بسطه لا يمر باي ضريبه، فهو كم هذا يؤثر على التنافسيه بين اقتصاد ظل غير منظم وغير خاضع على اي ضريبه واي تنظيم عماله وتراخيص وكذا وغيرها مع اقتصاد منظم. فلذلك يعني هذه الفكرة سيد عاصم وصلت أهمية التصدي لاقتصاد الظل واضحة، يعني وبالتالي التصدي لها يعود بالنفع على الدولة. أسألك الآن يعني عن هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة، يعني سرعة الوصول إلى النتائج وبالمقارنة بالسنوات الماضية لو تكرمت. فلذلك الدولة ساهمت بعد بكثير من البرامج لمكافحة والحد من اقتصاد الظل، منها الفوترة الإلكترونية، نظام المدفوعات. اليوم الدولة عندنا إحصائيات يعني ممتازة في الحد من التعامل بالنقد لكي يكون كل شيء واضح لدى الدولة، والضريبة وغيره، هذا واحد. مكافحة وبرامج لمكافحة التستر، وبالتالي تسهيل تصحيح أوضاع المتسترين وتسهيل التراخيص. لذلك إذا في توصية اليوم باستمرار عيننا على مراقبة الأوضاع، يعني إذا عندي شخص قاعد يجمع أموال وهذا لأجل الاستثمار المالي وكذا، وهذا نقول اقتصاد خفي، نحتاج نشجعه على أن يكون تحت المنظومة، يجب أن نسهل تراخيصه، وهكذا باستمرار عيننا على تسهيل الإجراءات بما يعمل الموازنة. مرحبا بك سيد عاصم. هذا من ضمن الحلول، لكن التحديات ربما تكون أكبر. من وجهة نظرك، ما هي التحديات القائمة لمكافحة اقتصاد الظل؟ باستمرار عيننا على الموازنة يا عبد الله. أعطيك أمثلة كثيرة. اليوم أنت لما تفرض ضرائب وتشدد، قد يكون هذا إلى تهرب البعض، يسكر استثماره لما يشوف عنده تحديات في المملكة أو ضريبة عالية وكذا، يسكر استثماره ويروح لدولة أخرى قد تكون مجاورة ضريبتها والمراقبة أقل. العمالة اليوم إذا أيضا
خنقتها أو فرضت عليها رسوم عالية قد أنها تخرج إلى خارج المملكة ولا تخضع لأي ضريبة، ومع ذلك يستمر صاحب المنشأة بالتعامل معها عن بعد. فلذلك باستمرار هذا التحدي موجود بين التوازن ما بين مكافحة نظام الاقتصاد الظل وبين استثمار ناجح متزن يحقق الإرادة الدولة، يحقق المراقبة. ولذلك باستمرار عيننا على مراقبة، خلينا نقول التوازن، على إعادة احتساب باستمرار، والدولة عملت شيء من هذا لاحتساب أثر الرسوم وأثر الضريبة على جميع الاقتصادات الخفية والعالمية. نستفيد من خبرتك سريعا بالقضايا التجارية والمالية، وأنت يعني محامي مختص بهذا الشأن، ما هي الإجراءات على الجانب القانوني على الجانب التشريعي التي يعني من المهم أن تكون موجودة من أجل حد من هذا الاقتصاد، اقتصاد الظل، وكما ذكرت يعني ربما المساهمة بانخفاض نسبة اقتصاد الظل من غير أن يسبب هذا الضرر، ومن أجل ربما أن يعني ينتقل كل هؤلاء الذين يمارسوا هذا النشاط غير يعني غير الرسمي إلى الجهة الرسمية؟ المملكة، شوفي أختي، عدة طرق للمعالجات، منها طريق فرض الغرامات والعقوبات على كل متستر، على كل محتال على الضريبة وكذا، وهذا أحد الطرق. والمملكة وغيرها من الدول يعني، والمملكة عندها أنظمة رادعة وعقوبات جزائية جيدة للحد منها، ولكن في نفس الوقت يجب، هذا قد لا يكفي، يجب أن يكون هناك معالجات بالتوازي مع فرض العقوبات لتقدير حالة بحالة. بعطيك مثال، اليوم البائعين المتجولين وعددهم جيد وأثرهم قد يكون إيجابي حتى على الاقتصاد، لأنه هو يساهم الاقتصاد الخفي أحيانا بتقليل الأسعار وانخفاض الأسعار. أنا اليوم لما أشتري من شخص غير مراقب أو خدمة في الشارع قد يكون أثره يعني أشتري بسلعة، أحيانا من فوائد يعني الاقتصاد الخفي تقليل الأسعار. فلذلك أنا باستمرار أحتاج ليس فرض العقوبات، وهذا موجود، أيضا معالجة حالة بحالة، لعلي وصلت بعض الرسائل، لكي يكون العلاج تكاملي دائما. عيننا على محاربة الاقتصاد الخفي بشقيه، المشروع وغير المشروع، في شيء مشروع غير مشروع، هذا متفقين كلنا، اللي هي التجارات المحرمة والسلع المضروبة والمغشوشة والتهرب الجمركي. طيب. ولكن عندنا أحيانا المرتبط بالاقتصاد المشروع، مثل ضربتك مثال، مثلا خلينا نقول بائع متجول أو شيء من هذا. طيب، شكرا لك سيد عاصم العيسى المحامي المتخصص بالقضايا التجارية والمالية، كنت معنا من الرياض، أشكرك.